كذا. بنت والله يعني كده، انت متقبله ازاي؟ انت متقبله ده ازاي؟ احنا مش ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو التقبل بنتعلمه؟ التقبل بيجي من اكتر من نقطه. اول حاجه حسن ظننا بربنا. حلوة قوي النقطة دي، ان لا يمكن هيجيب لنا شر اطلاقا. يعني انا ابني لما يقول لي انا ما جاليش الشغلانه بتاعتي دي، اقول له الحمد لله. الله، وانت فرحانه؟ اقول له ما هي ما جاتش، سواء توقيت سواء كان هيجي لك شر، مش هو ده المكان المناسب اللي انت هتروحه. اللقطه الاولى دي بالظبط كده، اللهم احفظنا جميعا لما يقول لك ايه، حتى في ديننا لقطه الحدث الاولى، ايه رد فعلك؟ هل انت لا قوه الا ولا الصبر عند الصدمه الاولى؟ بالظبط، يعني في اقتباس قدامي كده، لا يتم، قد لا يتم وجود الخير الكثير الا بوجود شر يسير. ده من لابن خلدون، يعني قول لابن خلدون. بيجي كده، بيجي الاول حسن ظني بربي، وبعدين انا بقى مدربه نفسي ايه بدائل، هعمل ايه، هشغل نفسي ازاي. يعني لما حصل الموقف ده، لا كان عندي بدائل، وطول عمري على فكره ماشيه بيه، لا عندي اكتب كتاب، عندي هدرس، عندي هشغل وقتي بكذا، عندي هقرا، عندي هفكر في كورس جديد، عندي ده بدائل. بنسميه ايه بقى؟ بنسميه ريزيلينس وكوبينج واستيعاب للحدث ووضع بدائل. إيجابية الإنسان بشكل عام، إن يبقى عنده الإيجابية، مش ياخد كل حاجة بالإكستريم، لا خلاص مفيش حاجة، مش هرجع تاني، مفيش خالص. والإيجابية والإيجابية مش معناها إن أنا أغض الطرف عن الشيء السلبي والأحداث السلبية اللي حواليا. طب جميل جدا جدا. فلما حصل الحدث ده، أو خلينا نقول لما شفتي المثل ده، السيناريوهات كررت بعضها. فعلا السيناريوهات يعني مشيت قدام عينيا، بان قلت يا والله في كل سيناريو احمدك ربي ان ده ما حصلش، احمدك ربي ان مشيت من القصه دي، احمدك ربي ان حتى في حدث حصل وهو كان جلل فعلا، بس على الاقل عرفت منه مين، فلترت مين الناس الكويسه في حياتي. ايوه ده بريفليج، ده لوحده ده بس قيمه. او يعني طبعا زي بالظبط كده، يعني يا في مثل بس بقى ناسيه، يعني بقى معناه يعني يا فرحه المواقف الوحشه اللي بتعرفني الناس الكويسه من الحلوه. ده بجد حقيقي بالظبط. دي يعني بالمواقف بيعرف الناس، يعني فهو ده المحك الحقيقي اللي احنا بنعرف فيه ناس. ده حقيقي فعلا، وده بنطبقه على علاقتنا بقى كلنا. اولا لازم نبقى مفيش تغافل، وما فيش درجة التسامح اللانهائية اللي ممكن تلبس. بصي كل حاجة حلوة في حياتنا وكل حاجة وحشة، يعني زي البرانويد، الشخص البرانويد ده وحشة على فكرة. أنا لازم يكون عندي اعتداد بنفسي، بس إيه، هل اعتداد ولا تكبر؟ أثق في نفسي ولا أنا متكبر؟ ولا أنا كده والناس كلها تديني فوق دماغي؟ بالظبط. والسمة دي لا، إما تكون حاجة أوفر وتبقى حاجة وحشة، لا إما تكون حاجة دنيوية وبرضه مش حلوة. فهي ان انا السمة اخدها بمعناها الصح، بالوسطيه فيها، فهلاقيني عايش حياتي بفهم الناس، قريب منهم، حاسس بيهم، متقبل ان اي حد في حياتنا ممكن تجي له تيرنينج بوينت. دي بتحصل، وكان ده اللي حصل معاكي في فتره. والمثال ده او المثل ده صح السيناريوهات دي. احنا اتكلمنا على المثل وليه اخترتيه او مس عندك ايه، اتكلمنا على حاجتين تانيين مهمين جدا، اتكلمنا عن التقبل واتكلمنا عن الصمود النفسي او الريزيلينس. يعني تكون بي ريليشن شيب مع نفسي، يعني ازاي اعمل ريليشن شيب جيده مع نفسي. وده اللي خلاني المثل ده لما شفته وبحكيه قلت لنفسي الله، ده اصلا دي حاجه موجوده جوه التغيير، جوه اي منظمه بتلاقي ده دايما تجمع قوى الشر وقت فتره التغيير. اوكي، لان التغيير بالتاكيد وبالطبع هو بيبقى مرفوض. وتميل النفس بالظبط، تميل الناس انه بطبيعه خلقنا ان احنا نفضل محلنا كساب. عايزه عشان